كان رمضان صعب كتير علينا، فقدنا محمد، فقدناه قعدته معانا، فقدنا غالي على قلوبنا فريدة كبدي. صعب الفرقة علم هاجر يلمح طيفك بعده ناطر، يا عمي لو كنت مسافر ارجع شوي. أنا والدي شهيد محمد حسين ذكرني، ابني شهيد الله يرحمه، ابن 17 ربيعا، شاب في قمة الأدب والأخلاق، كان يبيع في بسطة خضار، وأثناء عودته إلى البيت الجيش كانوا موجودين في البلد زي عادتهم، فأتوا بقوات خاصة واستهدفوه واستشهد ابني الله يرضى عليه، ابن 17 ربيعا، ذو أخلاق عالية، طيب، محبوب من الجميع، شغيل، دين، عاوز اشي يا ابوي، عايز اشي يا امي، رضاك يا ابي، رضاك يا امي، ما بدي غيركم سلامتكم، اقول له بدك شيء يا ابو، ما اقصر في شيء، ما بدي غير سلامتكم. كان رمضان صعب كتير، فقدنا اغلى، فقدنا غالي على قلوبنا فريدة كبدي. يعني كنا ننظر لما مكانه في جلسة الإفطار، ما نوجدوش، ما نلقاهوش، مكان خالي. طبعا الإفطار كان يحوفه الحزن، كان يحوفه الفقدان، شخص موجود باستمرار تفقديه باستمرار، فقدناه لحظة. الحمد لله، إن شاء الله اللهم صل على النبي محمد، يقوم على صحبه الله يرضى عليه، يروح يصلي الفجر في المسجد الكبير جماعة، يخلص وينزل على حسبي يشتري خضرة ليبيع للجملة، يجهز بضاعته ويضلوا في البسطة لحين عودته للبيت. طبعا في ساعات الليل لابد من الرفاهية مع اخوانه ومع اصحابه ومع اهله ومع اصدقائه ومع الجميع. اللي عرف محمد يعني عرف قيمة انسان صافي، ما معدنه اصيل، صافي النية، اخلاقه عالية، قلبه طيب لأبعد الحدود، كلمة بقولوها اللي بتموا مشلوا مرضي، يعني الحمد لله يرضى عليه محمد. كان رمضان صعب كتير علينا، فقدنا محمد، فقدناه قعدته معانا، فقدناه يعني كان هو قاعد يفطر معانا، يبقى يمزح ويضحك، كان هو بسمة الدار. اليوم بتيجي علينا كأنه ما فيش حدا بالدار، كأنه فيش حدا قاعد على السفرة. الله يرضى عليه يا رب محمد، الله يرضى عليه. كان أكثر طبخة بيحبها الملوخية، كان يجي ويحكي لي يما شميت ريحة الملوخية من أول الحارة، ويصير يغني. الله يرضى عليه، كان يفطر ينزل لبسطته الثانية، في أخرى بسطة بيشطر عليها بطاطس زنبركية، وبعدين يتسهل على صلاة التراويح، يحط أخوته الصغار يصلي التراويح ويرجع على البسطة تاعته، يروح شوي مع أصحابه، يرجع يرتاح، يرد الله يرضى عليه، ينزل على صلاة الصبح، يروح يجيب خضرة للبسطة الخضرة. الله يرضى عليه، ليلة القدر كان محمد يحييها في المسجد، يضل للصبح يقضيها. الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عليه، الله يتقبله يا رب مع الشهداء والأنبياء. محمد بكره، محمد الحنون، محمد طيب المناضل، اللي كان يعمل شغلات الكواع من ماله من شغله ويوزع أصحابه، ينزل على الجلميزة الكواع، وأنا كله هذا بعرفش فيه. في يوم مرة محمد كان متصاب مطاط، يجي يشكي من وجع ظهره، بحكي له مالك؟ لا بحكي له ولا شيء، موقعت على الدرج،
بكتشف انه بعد ما استشهد انه باكم متصاب مطاط، بكتشف شغلات كتير محمد كان يخطط لها، كان يخطط يعمل شغلات كتير بالمناضلة ويروح على الجلمة ويعمل كواع ويزيد الكواع على الجلمة، وإحنا هذا كله ياته بنعرف إيش فيه، يلبس الشنطة يفوت على الدار وهو لابس الشنطة ويطلع، أحكي له شو في هاي الشنطة، يحكي لي أرجيلي، أنا كأنه شاب مش حابة أدخل في خصوصياته لأنه شاب، بطلع الشنطة فيش فيها أرجيلي، بطلع الشنطة كلياتها كواع مليانة يعني كواع محضرها محمد الله يرضى عليه عشان ينزل على الجلمة، الله يرضى عليه. فيش أطيب منه كان، كل الناس تحبه، الصغير يحبه الكبير يحبه، الله يرضى عليه. وأنا بفتخر فيه محمد، بفتخر هو طلبها ونالها، الله يرضى عليه. محمد سعى إنه يكون شهيد والحمد لله رب العالمين، طلبها ونالها. كان يفوت محمد على الدار يضل يحكي لي زغرتي أم الشهيد زغرتي، ويضل يحكي لي إنك أنت يوم من الأيام رح تكوني أم شهيد، وأنا أصير أصيح عليه كأي أم بتخاف على ابنها، صرت أصيح عليه. آخر فترة محمد كان يلبس ويجي عندي يحكي لي أنا حلو، أحكي له أنت بتجنن فيش أحلى منك، لو بيحكي لي يلا صوره وأصوره ويطلع. آخر فترة صرت أصيح عليه كل فترة، كل ما بدي يجي يصير يكون لي صوريني، عارف شو هدفه. في مرة كانت أم شهيد بتقول يا يما ضليت تقول بدك تصيري زي مثائر، بدك تصيري زي مثائر، إجا جاب لي إياها قال لي شوفي هاي أم الشهيد، بحكي له مالها، لا بقول لي أنت بدك تصيري زيها، الله يرضى عليه. الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عليه. طبعا محمد مناضل وقائد، ولو لسن ولو للصدور سنه، محمد قدم روحه فداء للوطن، فداء لفلسطين، فداء للأقصى في سبيل الله، طبعا أول على الأخير في سبيل الله، لا كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قاوم اليهود بكل جدارة، قاوم على البوابات العسكرية جلمي وسالم، قدم بكواع قنابل تصنيعه بشكل يدوي بتصنيعه هو، ولو صغر سنه. في فترة هروب الأسرة الستة من السجن، رفض معظم الشباب انها تروح على منطقة التماس اللي هي معبر الجلمي، الا انه رفض وابى وقال انا بدي اروح، وقدم وضرب الحمد لله، وانا بفتخر فيه. خلص عمرك رايح تمشي عجن جناحات رمشي، ريت نعشك كاين نعشي ما بحمل غيابك.